المقدس لبيت العروسة. حكاية الفرح المتكلف اللي هتحضروه الليلة. حكاية الفراخ المحمرة والحمام المحشي والخروف المشوي اللي مستنيكم على نار. البشارة اهو اهو البشارة اهو اهو البشارة اهو اهو البشارة اهو. اخواني اصل بقى نادي عروستي مفاجأة الليلة. نادي عروستو ده الحخروف علشان قرطة ومش مكسوم. نادي عروستو طب وما جاش بس اعمل ايه؟ ده انا متكل عليه في عبد الوهاب وصباح وفريد الاطرش وساميه وفايزه احمد وشاديه وكل النجوم اللي هيجوا يقفوا في فرح الليله بتاع بنتي. لازم يا بابا بيقضي طلب عند حد منهم وجاي. ده لو ما جاش هقطع خبره هتبقى وقعته سودا النهارده. ما يجيش ازاي بس؟ ده استاذي في المزيكا وانا عارفه. استاذك؟ وانا مخيب املي فيك الا استاذك ده. خليك يا خورا استاذك ده لغايه ما يوديك في داهيه ويصيحك زيه. وقف بقى. يلا يا شيخ حسن اتفضل. زيد فضلك يا شعب. مع السلامه انت بقى يا اسطى. مع السلامه بقى؟ اه. الحساب يا شيخ حسن ايدك. حساب؟ حساب ايه؟ 25 سعر بالتمام والكمال. تقعي بقى. تقعي بقى؟ اه. اغرف التوصيله واربع سمطار وبطين وكيلو بطاطا. انت نسيت؟ اخص عليك اخص. اهم انك عرفوجي صحيح. انت راجل مش عازمني. عزمك؟ اه. طب عزمك عزم. اه. هات حق التوصيله بس. توصيله؟ اه. مش عيب عليك يا استاذ حسين يا عرفوجي ابقى ضيفك وتطلب مني حق التوصيله. ضيفك؟ اه. ضيفت ايه يا اخوي؟ طب بلاش انا ضيفك. بلاش. اه. انت ما تعرفش ان الشيخ حسن الشيخ حسن مصلحه. مصلحه؟ اه. مصلحه ايه؟ طب بلاش لا انا ضيفك ولا انا مصلحه. انت ما تعرفش ان عربيتك الحقيره دي هتدخل التاريخ عشان الشيخ حسن ركبها. تاريخ؟ امال ليه بقى؟ لان الشيخ حسن شخصيا ركب فيها. يا سلام. امال او على كده انا تليفوني رخم زمانه دخل التاريخ. اه اطمن اطمن من زمان قوي. روح يا اسطى روح. ده الشيخ حسن عمر ما حد طال منه مليم. شفت الغبي؟ اي والله عايز اخد من الشيخ حسن. اتصور. الله يكرمك. ايه ده؟ مش حرارة ولا ايه؟ مفيش. الله حرارة مقطوعة يا ابني ولا ايه؟ ده موجودة. طيب. القرص اهو. اه والله افتكرته هنا. لا هنا اهو. ايه يا ابني ما ضربتش تليفون ولا ايه؟ طب ما تضرب يا شيخ حسن. طب خلاص. هلا يا جدع انت وهو اعمل لكم ايه شويه المعجيب زمانهم جايين. مبروك يا معلم عبدو. الله يبارك فيك. الله البكالي. الله يخليك. ربنا يجالك يا معلم. الله يكرمك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ولا رد على التليفون. حاضر يا معلم. هات يا دودو رد على التليفون. ترشت ولا ترشت؟ رد على التليفون. حاضر يا معلم. الو. الو. ايه؟ الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ يا اهلا يا سهلا. عايز مين؟ الشيخ حسن. مين يا؟ ده الاستاذ محمد عبد الوهاب. عايز الشيخ حسن. استنى هرد انا بنفسي. محمد عبد الوهاب. الو مين يا فندم؟ استاذ عبد الوهاب. اهلا وسهلا يا استاذ. نورت التليفون. اهلا اهلا منور. انا المعلم عبد. الاستاذ الشيخ حسن موجود؟ لا مش موجود يا استاذ. الأكادة قاعد متلاقع على القهوة ليل ونهار ما بتنقلش أبدا ومنعوزه كده يغطس ما يبانش. وحياتك أول ما يوصل تقول له الموسيقار محمد عبد الوهاب سأل عليك. الله لا مؤاخذة يا أستاذ عبد الوهاب، حضرتك مش هتشرفنا الليلة في فرح بنت نادية؟ آه آه
وتخليه يتصل بيا في البيت. حاضر، من عينيا الاثنين. لما يجي الشيخ حسن اخليه يكلم حضرتك. في حفظ الله. خبر ابيض يا جدعان، انا مش مصدق ابدا. الاستاذ عبد الوهاب بنفسه، بقى الاستاذ عبد الوهاب بنفسه يطلب الشيخ حسن وعاوزه، وربنا انا مش مصدق ابدا. وما تصدقش ليه يا بابا؟ يوضع صرف اضعف خلقه. والنبي يا حماده يا ابني، بيتهيألي الراجل ده بيستكراد. مين يا فندم؟ مين يا فندم؟ الاستاذ فريد الأطرش؟ ايه؟ اهلا وسهلا استاذ فريد، نورت القهوه يا استاذ. اهلا وسهلا. الشيخ حسن؟ لا والله، ده اتاخر شويه مش زي عوايده. هيجي ضروري. هيجي، هو له مات وغير القهوه هنا. حاضر. على كل حال انا مستاسف لحضرتك بالنيابه عني. بقول يا استاذ، هو مش كان كلم حضرتك عشان تشرفنا الليلة؟ طبعا، أنا في الحقيقة عندي القلب والدكاترة منعاني من الغنى، لكن علشان خاطر الشيخ حسن حاجي طبعا. تشكر يا أستاذ، مع ألف سلامة. ولو أنكم في الأول تعبتوني خالص. أصل الشاويش سمير على قد ما هو طيب جدا، على قد ما هو عصبي جدا، يزعل من أقل حاجة. بعد ما رحنا هناك بشهر بلغ عدد المتسللين اللي أسرناهم أنا والضيف 199 أسير. أنا 100 والضيف 99. لا من فضلك، أنا 100. لا أنا اللي 100. أنت 99. بقول لك أنا اللي 100. 99. أنا اللي 100. 99. 50-50، ما تزعلوش خلاص. المهم شفت الشاويش سمير مبسوط مني قوي، والأول مرة بيبتسم، فافتكرت الواحد يقدر يطلب أي حاجة، فروحت وقلت له اللحمة والعدس أبو جب عملولي تلبك في المعدة، اللحمة والعدس أبو جب عملولي تلبك في المعدة، معدتي حساسة بتحب تغير، معدتي حساسة بتحب تغير، بتغدى بمشوي واتعشى محمر، وماما من صغري كانت دايما بتوكلني وس مصغر، وتقول للناس اللي واتخاسس وانا عايزه يكبر ويزغلط، واديني زغلط ولا ذكر البر، واديني زغلط ولا ذكر البر، يعني متربي في عز واخد على اكل الوز، يعني متربي في عز واخد على اكل الوز. انا ايش يا شاويش عندك وزه؟ والنبي يا شاويش عندك وزه؟ وزه فيها حاجه دي؟ عارفين يومها قال لي ايه؟ بس كده. وتحب الوزه محشيه ولا بالصوص؟ وتحب كمان فرخه رومي محمره مخصوص؟ ومعاهم بطه كابتن محشيه بلابل وكناري، وعليها شويه تحابيش. فستق وسنيبر ويانيش. هوا البه. عسكري مفجوع، عسكري دلوه ان شاء الله الجوع. عسكري ملحوس، عسكري مهووس، عسكري محبوس محبوس. مش بقول لكم يزعل من اقل حاجه؟ وانا بقى من حظ الوحش حبيت في نفس اليوم بعد ما بلغ عدد المتسللين اللي اثرناهم انا وجورج زي ما قلنا 199. انا 100 وجورج 99. بقول لك انا اللي 100. انت 99. انا بقول لك انا 100. انت 99. انا 100. قلنا 50-50 خلاص نهايته. ما صدقت يومها شفت الشاويش سمير مبسوط مني وبيبتسم، جيت جنبه وقلت له تسمح لي يا فندم بأجازة، أصل أنا في الحب جديد طازة، تسمح لي يا فندم بأجازة، أصل أنا في الحب جديد طازة، رمانة حبيبتي، رمانة خطيبتي، رمانة حبيبتي، رمانة خطيبتي، رمانة وحشاني، أيا غلبياني، رمانة وحشاني، أيا غلبياني، عايز اخطف رجلي في طيارة والف وادور حوالين بيتها، حوالين بيتها، واحدف لها بوسخ في دبارة، وارجع من طنطة في ليلتها، في ليلتها. فيها حاجة دي؟ عارفين يومها قال لي ايه؟ بس كده. عشان ايه الطيارة يا روح ماما ما تاخد نفاذة؟
صاحبي مفيش مانع، اجيب لك غواصه واجيب لك مكانتين صحبه ورد وياسمين، واجيب لك مكانتين صحبه ورد وياسمين، ونجاه متسلي لاقوله يرجع لك بعد يومين علشان رمانه وحشاك وعيونها الحلوه مخيلاك هوا عسكري سفروت عسكري بربوط ان شاء الله عسكري مهووس عسكري ملحوس عسكري محبوس محبوس. مش قلتلكم بيزعل من اقل حاجه؟ معلش يا فندم على شرط. سامحنا يا فندم على شرط. حرمنا يا فندم على شرط. شايفين الجبل اللي هناك ده؟ عايزكم تزحزحوه شويه وتنضفوا تحته وتجيبوا لي كل الثعالب والارانب اللي فيه بس كده. ومسكنا الثعالب وذبحنا الارانب، ومسكنا الثعالب وذبحنا الارانب، ومسحنا قاعدين بزيت الترابنتينا، ومسحنا قاعدين بزيت الترابنتينا، والجبل المتعافي قرقشناه بايدينا وعملنا اللي علينا واتفسحنا وجينا، 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 وعملنا اللي علينا واتفسحنا وجينا. خدي عدس العود ده. يبقى انت العود وروح شوف شغلك امشي. فين يا زفت؟ زفت؟ اعوذ بالله من دي ملافظ. ما ترد. ولا يا دغدغ يا دغدغ. ايوه. ولع اللمبه الحمراء دي يا ولد، وهات لي واحد بلاك اند وايت دبل. اتحرك. حاضر. ما ردتش عليا برضو. اتكلم رد. اسمع انا هشوف البوسته بتاع النهارده من فضلك. انا بيزي. بيزي ده ايه؟ ما تتكلم، كنت فين؟ قلت لك انا بيزي. بيزي ما انت شايف. اتكلم بالعربي زي ما بكلمك بالعربي. مش هقول. مش هتقول. هتقول غصب عن عينك. تبص لي كده ليه؟ طب والله والله ماني قايل. ها وادي يا لغدر. ايوه. فين يا ولد الدبل يا ولد؟ ايوه ولد دول. هاك يا واد امشي. يا سعادتك يا برودك يا جبلتك يا حماده يا حبيبي. مدريتش ايه؟ مش الاستاذ عبد الوهاب طلبك في التليفون؟ فيها ايه دي؟ قول يعني. قول استاذ فريد بطرش كمان. اقول لك ما تقولوش على حاجه، سيبه يندعي كده ويتفرس يا اخي. فريد؟ فريد طلبني؟ طب امال؟ يا تلامتك يا اخي، يا برودك، يا جبلتك. طب ايه رايك بقى في اللي مش عايز يشوفك في القهوه هنا تاني؟ ليه؟ انا باخد هنا بفلوسي. فلوسك؟ مال؟ يا فين فلوسك يا شحاته؟ ايه ده؟ طيب. انا هروقها لك. حاضر حاضر. يلا حاضر حاضر. معلش يا شيخ حسن. لا يمكن لا يمكن والله والله ماني قاعد. ولد يا دقدق. ايوه تعال يا ولد. نعم. اجمع لي اوراق الخصوصيه واسبقني بيها على المكتب الجديد. يلا يلا حرك يا ولد. يلا روح في 60 ده يا ابني. منين بقى يا ابني؟ معلش يا شيخ حسن. نعم. جرى يا بابا؟ ده استاذي، ده جامعتي. بلا استاذك بلا جامعتك، دكاترتك داهيه فيهم كلهم. امشي يلا روح البيت، غير هدومك شوف معزيم هناك. انشد ولد يا دغدغ يا دغدغ. نعم. مين؟ تعال هنا اسمع. اذا سالت عني كوكب الشرق الست ام كلثوم. سامع؟ اي الست ام كلثوم كلها ان الشيخ حسن غير رقم تليفونه. تليفونك؟ حاضر. ولد دغدغ. وبعدين بقى؟ نعم. تعال هنا تعال. واذا اتصل بي الاستاذ محمد عبد الوهاب. سامع الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ سامع.
قول له ان انا غيرت الوان مكتبي. مكتبك؟ مال عادي انت لم البلاوي دي وشيلها كلها ورش فنيك مطرحها وشيب اللمبه اللي بالليله دي. الو مين اللي بيتكلم؟ مين؟ ست ام كلثوم؟ يا خبر ابيض يا جدعان. الو اهلا بكوكب الشر يا الف 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 مرحب. انا المعلم عبد. طز يا مسا النور والجمال افندم. حضرتك عايزه مين؟ شيخ حسن. حاضر يا فندم. لحظه واحده. هذا دول امين يا معلمي. قول لي الشيخ حسن يجي يرد على ست الكل. حاضر. ولا يا دقدق. نعم. كل المعلم بتاعك وكل الست ان انا عزلت خلاص من مكتبي. وانا دودو. نعم. قول للنطع اللي واقف بره ده يجي يرد احسن اكسر دماغه بالكرسي. ولدي يا دغدغ. نعم. كل الكتف بتاعك ده انا كلمتي واحده وقلت لا يعني لا. وانا دودو. معلش بقى معلمي تعالى على نفسك شويه عشان خاطر فرح ست ناديه. الله الزمن حوجنا للبلاوي. مسكتني من ايد اللي بتوجعني. شيخ حسن. ايه اللهم طولك يا روح. شيخ حسن. قلنا ايه يا واد؟ بقول لك تعالى رد على ست الكل وبعدين نتفاهم مع بعض. لا لا انا ما عنديش تفاهم. بقول لك تعالى رد. مش راضي. يا تلامتك يا اخي يا برودك يا كبليتك. دي العالم دي. الو انا دورت على الشيخ حسن في كل حته مش لاقي له اصلا. يظهر انه مات. ترى مين اللي خبط الفتيل البطال ده؟ معلش. يلا طلع الحاجات دي على فوق. ما تريتيش فين؟ فرحك هيبوظ يا ست نادية. ليه يا ستر؟ المعلم كرش الشيخ حسن. وهو فين؟ هناك اهو. الله هو مره بيدور حوالين نفسه كده ليه؟ بيضربني. كاك ضربة لازم عكسته. لا وحياة المعلم. طب يلا اطلع لفوق. شيخ حسن. نادية اهلا. اهلا نادية. على فين كده؟ على باب الله. الله انت زعلان ولا ايه؟ هو اللي يعرف ابوك ده ينبسط. طب معلش تعالى حقك عليا انا. يستحيل يستحيل والله والله. خلاص انا اقسمت اني ما اعرف الراجل ده ولا اقعد له على مقعد. بس لو ما كنتش تحلف. طب وعشان خاطري؟ يهون عليك يا استنادي يهون عليك. راجل فنان كبير زيي يتهان. يتهان من مين كمان؟ من ابوكي. لا ما يهونش. لكن انت يهون عليك تسيبني ليله فرحي؟ طب ده منعم جاي لولادي من اليمن ولو عارف انك ما انتش موجود هيزعل ويتنكد قوي. يا سلام يا ناديه يا بنتي. ده انا اضحي بروحي عشان منعم وعشان عيونك السودة. لكن انا عينيا مش سودة. الله امال لونهم ايه؟ لونهم ذهبي. اموت انا في العيون الذهبي. يخفي عليك. يلا بينا تعالى. قلت لي بقى جيب لي مين يغني لي ليله الفرح؟ يا نهاري. طب ده انا هعمل لك فرح ما تعملش لحد ابدا. والنبي صحيح؟ والله من اول عبد الوهاب لما لغايه الثلاثي الملح. ربنا يخليك يا شيخ حسن قد القول. عيب غيرش بس الراجل ابوك اياه ولا ما بيقدرش. معلش يا شيخ حسن اقعد اقعد. اخد اخد فين؟ انا اقسمت ما اخدش على المقهى بتاع ابوك ابدا. انا مش قلت لك عشان خاطري يا شيخ حسن. طيب اه ده اسمك. ايه تشرب ايه بقى على حسابي؟ اجيب لك شربات ورد. الله. اجيب لك ملح. الله. اجيب لك قهوه. اجيب لك شاي. اجيب لك انسون وصلحه يا جدع. الله انت اللي شربات. يا ست ناديه اقل من زجاجه ويسكي بلاك كاند وايت بليله فرحي. عينيا الاثنين يا شيخ حسن. يا واد يا بندق. ايوه ايوه ست ناديه. هات المطلوب للشيخ حسن يا واد. الله ما تتكلم يا واد. يا واد انت المعلم مش راضي نازل مطلوب. شايفه؟ بابا. انا دودو. ايوه معلمي. خد يا ابني اديله.
عشان خاطر العيون الحلوه بس. ارسي يا بابا. اساسا انا بقى شيخ حسن. مع السلامه يا جميل. الله يسلمك. لك اند وايد عم مش حسن. دوبلي ولا؟ ايوه دوبلي. استنى وانا بشوف. دي دوبلي ولا؟ ايوه دوبلي. انت بتستعملي. خد روح امشي رجعه. هات هات ان شاء الله بشيرف. لا 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 هات 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 بصرفين. ضيوف جاي لك عم الشيخ حسن. ضيوف مين يا ولا؟ ضيوف كل يوم. لا شيخ. ايوه. طب اجري بسرعه ولع اللمبه الحمراء ونزل لهم الطلبات بتاعتهم. حاضر. وانا دودو. ايوه معلمي. ما تنزلش طلبات واطرد المقاطيع دول بره. يلا يلا. ولد يا دقدق. مين عم الشيخ حسن؟ كل المعلم يحط لسانه جوه بقه احسن له. المعلم يحط لسانه جوه بقه احسن له. بعد حماده. نعم يا روح عند اختك ناديه تشوف لها طريقه في التلقيح اللي قاعد بره ده. معدين زمانهم جايين. اتلاحلح واقف ليه؟ جدعان عم الشيخ حسن. خد يا واد يا دغدغ الحقني بالبلاك كارد وايت. حاضر من عينيا. سجاير سجاير. انت ولا بتاع سجاير؟ ولا بتاع سجاير؟ لا لا يا شيخ حسن. اعطيني صندوقين سجاير كبار. اتفضل يا شيخ حسن. كبريت بس يكون خشب. كبريت يا شيخ حسن. ده خشب ده؟ ما جبناش غير ده النهارده يا شيخ حسن. اخص طول عمرك ضلالي. فلوس يا شيخ حسن. فلوس؟ خش خد الفلوس جوه من المعلم اللي جوه ده. يا جدع بتاع السجاير. تعالى حاسبني انا. مش كده بقى هات كمان علبة. خد يا شيخ حسن. كمان علبة ايه؟ ايه يا وكالة؟ تكية فاتحها انا. خد يا ابني. خد حسابك وهات الباقي. ولا دقدق. ايوه مش حاسب. قلني. ايوه. هو عمك سيد بتاع لحمة الراس ما مرش من هنا النهارده لسه؟ لا ما مرش، اصلهم قفشوه. الله قفشوه؟ عال 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 عال. والله ده كان له كان عندي قرشين كده يطلعوا قد ايه يا ولد يا دغدغ؟ 195 قرش. يا عيني. الله الله. انما هم قفشوه ليه؟ اصله كان بيبيع لحمه حمير يا شيخ حسن. يا نهار اسود، ده انا ابقى جريت منه فوق على الحمارين. شيخ حسن شيخ حسن. نعم يا ما قلتليش. نعم. هتعمل ايه بقى النهارده؟ انا هروح حالا لعزيزي وصديقي محمد. محمد مين يا اخويا؟ هيكون محمد مين يعني؟ محمد عبد الوهاب طبعا. ونبي صحيح يا شيخ حسن. حياتي النبي صغيرة بينا. يلا بينا. هروح له حالا. يلا. حالا يا غبينا. اجي وياكو. تعالى معانا يا ولد دخل. تعالى. طب ما اجي معاكو انا كمان. ايه يا ابني ايه يا عيلت؟ طب روح روح. ربنا يجعل في وشك الهود. بس اسمعوا شيء غريب شيء عجيب صدقوني نظرتين بسمتين جم خدوني توهوني دوبوني الحقوني قلبي حب ولا طب قلبي حب ولا طب ولا ايه انا ايوه انا اللي قضيت 20 سنة انا ايوه انا اللي قضيت 20 سنة معرفش معنى الحب ده ولا فين وامتى هشوف انا كنت ماشي بالي خالي شفت أحلى عيون وبالي كنت ماشي بالي خالي شفت أحلى عيون وبالي رمشهم بص ونادالي رمشهم بص ونادالي اسكتوا علي جرالي دوهوني دوبوني الحقوني ابتديت مدرش بحال من ساعتها الابتسام ما يفرقش عليا ثاني
التفاهم والكلام ويا قلبي حاجة تاني من ساعتها الابتسام ما يفرقش علي ثاني والتفاهم والكلام ويا قلبي حاجة تاني يبقى حلم ولا علم يبقى حلمي ولا علمي ولا ايه ايوه يبقى هو حب وابتدى الاول بنظره وابتسام تعل قلب بعدها مرة في مرة ايوه يبقى هو حب وابتدى الاول بنظرة وابتسامة عين قلب بعدها مرة في مرة الابتسام حيجيب كلام والكلام بعده غرام يا سلام شيء غريب شيء عجيب صدقوني نظرتين بسمتين قوم خدوني توهوني دوبوني الحقوني قلبي حب ولا طب قلبي حب ولا طب ولا ايه المزيكا دي والله اعلم مش غريبة عليا. ما احنا وصلنا عند بيت الاستاذ عبد الوهاب. اقول لها ان دي بياتي. دي سبا. وانا بنقول بياتي. وانا قلت سبا. انت بتعرف في المزيكا اكتر مني؟ واكتر من ابوك كمان. مش فهمك انت في المزيكا. انا بواب الاستاذ محمد عبد الوهاب من 15 سنة. وانا كمان بواب فريد القدرش. شفتي علشان تصدقي اصل ودن الملحن دليله. اسمعوا. استنوني هنا شوية لغاية ما اوصل اشوف موجود ولا لا. طب اتفضل. عن اذنكم. لو كنت بتفهم في المزيكا ما كنتش قلت على دي سبا ابدا. نسأل الاستاذ اللي ماشي دي. انت استاذ؟ نعم. انت تعرف في المزيكا؟ ها دي شغلتي يا ابني. اللحن دي ايه؟ لا اللحن ده مش بتاعي. انا قصدي نقول بياتي ولا سبا. لا ده يا ابني سيكا. سيكا؟ انت ما تفهمش بالمزيكا. ايه؟ خلاص يا ولد. معلش يا استاذ ولا حاجه. خلاص. معلش معلش. ما علينا. قول لي هو محمد صاح ولا نايم؟ محمد مين؟ محمد عبد الوهاب يا اخي. قصدك الاستاذ؟ ايوه الاستاذ. تعال. طيب خش قول له الشيخ حسن حضر. في ميعاد وياه؟ ميعاد؟ طب استنى دقيقة واحد بس. اتفضل. مزيكا مزيكا والله اعلم مزيكا. ايه عملت ايه يا شيخ حسن؟ خلاص ابسطي هخليلك محمد عبد الوهاب يغني لك للصبح. النبي صحيح. وحياة راس ابوك كده. يا سلام يا شيخ حسن لو حصل كده ده انا كنت احليلك بقك. بايه؟ بكل حاجه. زي ايه؟ زي مثلا برميل بلاك اند وايت. والله والله. يلا شوف الراجل بيرمي. حالا حوام يلا. يا استاذ تعالي. نعم. اولا الاستاذ محمد عبد الوهاب ما يعرفش واحد اسمه الشيخ حسن. ثانيا اتفضل بقى من غير ما ترد خلينا نتفاهم يا عبد الباس. كده يا محمد كده برضو يا محمد. طب اسمع ممكن والله اسيب له كرت اذا كان للكرت مفيش مانع. طب تعال تعال بقى قلم. ايوه نشوف. طب والله اكتب له كلمتين. قل له اكتب امضي بقى. نمضي باسمي انا؟ لا باسمك. ايه باسمي انا المخلص الاستاذ الشيخ حسن. الشيخ حسن كتبت؟ ايوه. دخلوا له بقى دخلوا له. حاضر. عملت ايه يا شيخ حسن؟ مبروك مبروك. صحيح والنبي. اطمني خلاص محمد جاي. محمد مين؟ محمد عبد الوهاب طبعا. صحيح يا شيخ حسن ربنا يخليك. وحياة راس ابوك زي ما بقول لك كده جاي. طب يلا بينا بقى زمن القطر وصل. يلا. طب مش هروح المشوار التاني؟ Thank you.
هنا يا أم زيد. من هنا. من هنا ميرسي. بعتوا سلام عشقت في كام كام كلمة، والتانية فاتولي خصام، وكان يا حرام يا حرام اسمه، والتالتة كأنه منام وضاع في كلام، والتالتة كأنه منام وضاع في كلام غنوة، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام حلوة. كانت أيام راها الود وسقاها، ويوم ورا يوم لقيت الدنيا واخدها، حبايبي علموني الحب في يوم وليلة، ورجعوا توهوني وغابوا سنين طويلة، لا القلب راضي ينسى ولا في باليد حيلة، لا القلب راضي ينسى ولا في باليد حيلة، كرهت الحب علشانهم وكره الحب أيامهم، كرهت الحب علشانهم وكره الحب أيامهم، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام حلوة. عند الركن ده كنا بنتوان، ضحكتنا لبعضنا كانت هنا، زروتنا يا لو ندم، هاتت ندم، هاتت ندم، هاتت ندم.
وبرضو بقول يا سلام كانت أيام أيام وبرضو بقول يا سلام كانت أيام أيام وبرضو بقول يا سلام كانت أيام حلوة. شيخ حسن يا نعم أنا هدخلها أوضتها. طيب طيب أدخل. مساء الخير يا ست نجوى. اهلا وسهلا افندم. انا ناديه. اهلا وسهلا. انا جايه مع الشيخ حسن. مين الشيخ حسن؟ الشيخ حسن الفنان الملحن، انت ما تعرفيهوش ولا سمعت عنه؟ يا دي كسوف. ومكسوفه ليه؟ اصلنا كنا جايين نعزمك ليله فرحي. مبروك ومن سعيد الحظ ده. منعم. منعم بيشتغل ايه؟ بيشتغل عسكري من اللي بيحاربوا في اليمن. ده بطل. ايوه. ودي حاجه عاوزه واسطه؟ ده انا لازم ارقص بدون دعوه ولا عزومه. كتر خيرك، انا كنت متاكده انك فنانه وقلبك كبير. يا ستي ساميه. الشيخ حسن. ادخل. يا ستي ساميه جمال. ساميه. ايوه اتفضل يا شيخ حسن. اهلا اهلا اهلا. ما شاء الله ما شاء الله، شايفك حلويتي كده ودورتي، مشتاق جدا والله. اهلا بك يا شيخ حسن، ازيك؟ اهلا وسهلا. عمال اقول لهم نجيب الست ساميه نجيب الست ساميه، هم يقولوا لا نجيب الست نجوى. بذمتك دول مش يبقوا ناس جوها؟ لا انا هي لك يا شيخ حسن. ايه الست نجوى اللي انت بتكلمها مش ست ساميه؟ يخسر، انت مش تقولي لي كده من بدري قبل ما لبخ؟ اقول لك ايه؟ اتفضل يا شيخ حسن. اتفضلك يا ستي. تعالى تعالى يا شيخ حسن. لا مؤاخذه يا ستي نجوى، الحق مش عليا، العتب على النظر. اتفضل يا شيخ حسن. يزيد فضلك يا اخي. اتفضل. اهلا وسهلا. جيب لك شاي يا شيخ حسن؟ لا متشكر بطلته. ساده يا شيخ حسن؟ متشكر بطلتها. امال اجيب لك ايه؟ بصراحه يعني وبلا احراج، واحد بلك اللي هو بس يكون دبل وحياة عينيكي. من عينيا يا شيخ حسن. لا لا لو اخذه من زجاجه. اسيبك انا بقى يا شيخ حسن واقوم اروح المحطه. الله، هتروحي لوحدك؟ لا هاخد دقدق معايا كده. ايوه. طب والنبي يا ست ناديه، انا كنت عايز اقول لك كلمه. انا اللي عايز اقول لك الكلمه دي. اتفضلي. اولا انت ضحكت عليا ليه وفهمتني انك انت صديق الاستاذ عبد الوهاب وهو ما يعرفكش؟ ليه قلت لي انك مربي نجوى وهي عمرها ما سمعت عنك؟ مش حرام عليك تضحك عليا في ليله دخلتي في اسعد ليله في حياتي؟ يا خساره. ما انا عايز اقول لك حاجه يا بنت ناديه، اصلا طول عمري اضحك على الناس لانهم عمرهم ما صدقوني. لكن انا اللي طول عمري بصدقك وبثق فيك يا شيخ حسن. معلش قومي روحي انت استقبلي عريسك وانا هتصرف. طبعا اذنك. بالسلامه يا بنتي. ربنا معاك. حفظ الله. يلا يا دوق. العمل. شجرة ورد طرحت ورد، شجرة أصيلة عز ومجد. ورد يا ورد أحب الورد، على شعبي ميت فل وورد. شجرة ورد طرحت ورد، شجرة أصيلة عز ومجد. شجرة عظيمة في أرض كريمة، أرض الخير والنور والسعادة. على شعبي ميت فل وورد. ورد يا ورد أحب الورد. ورد يا ورد أحب الورد، على شعبي مش كل ورد. شجرة ورد طلعت ورد، شجرة أصيلة عز ومجد. شجرة عظيمة في أرض كريمة، أرض الخير والنور والسعادة. على شعبي مش كل ورد. ورد يا ورد.
تتباع شجرة ورد طرحت ورد على شعبي بكل ورد ورد يا ورد أحب الورد ورد يا ورد أحب الورد على شعبي بكل ورد شجرة ورد طرحت ورد شجرة أصيلة عز ورد شجرة عظيمة ورد كريمة ورد على شعبي بكل ورد ورد يا ورد أحب الورد شجرة عدل وخير وسلام عالية وخاطرة على الأيام شجرة عدل وخير وسلام عالية وخاطرة على الأيام رمز الشعب العهد أمين صار للحق بعزم متين عمال يبني ليل ونهار ويعوض أجيال بسنين على الحرية واخد عهد شجرة ورد طرحت ورد على شعبي ميت كل ورد ورد يا ورد أحب الورد ورد يا ورد أحب الورد على شعبي ميت كل ورد شجرة ورد طرحت ورد شجرة أصيلة عز ومجد شجرة عظيمة ورد كريمة ورد حلوة على شعبي ورد يا ورد أحب الورد شجرة حب إلهي أصيل شجرة شعب مجيد ونبي شجرة حب إلهي أصيل شجرة شعب مجيد ونبي فوق أراضينا في كل مكان رح تفرد كبرى الأغصان وتظل الأرض الأحرار والمجد يعود أهوى مكان عن حرية واخدين عهد شجرة ورد طرحت ورد على شعبي ميت كل ورد ورد يا ورد أحب الورد ست نجوى ست نجوى وراحت فين احمد من فضلك نعم انت اهلا 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 معزومك يا شيخ حسن ده انا حبشتلك اللحن ايه يا عيني ايه بعد البروفه دلوقتي والالاتيه وصلوا ده انا جايلك طياره حاضر لو ايه عايزك موضوع مهم جدا كمان حاضر عينيا من عينيا الاثنين حاضر ست نجوى يا اخويا ما قطعوا بيها ليه؟ مش حد يصبني ربك انا اهلت ما يسهلت ست نجوى الله ست نجوى ايه بس عالم لا الشيخ حسن جه ولا نادي اختك جت اعمل ايه بس اعمل ايه يا اخواتي ولا يكون عندك فكره يا بابا زمانهم جايين دلوقتي وربنا هيتمم بخير تمم بخير والخير هيجي منين هو اللي يتكل على الشيخ حسن يشوف خير ابدا يمكن عبد الوهاب عطاني الوهاب يا انتوا جيتوا تاني يا ليلى ليلى يا ليلى 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 يا ليلى ليلى يا ليلى
لحد امتى يا حبيبي حد امتى تبقى بايع عني واكون حبيبك الوداع قبل ما تقولها لي انت رايح اقولها لك واسيبك رايح اقولها لك واسيبك واسيبك الوداع يا حلاوه الله الله. طيب بكره باذن الله نكمل البروبا عن اذنك دقيقه واحده يا شيخ حسن ممكن؟ اتفضلي يا ست الكل اتفضلي متشكره قوي قوي. العفو متشكرين يا اساتذه بكره ان شاء الله اوعوا تنسوا. لا لا الف سلامه. يا اللي تتص في نظرك حصل هو ايه اللي حصل؟ انت بتبص على ايه؟ ببص على القمر. انهي قمر؟ هو في قمر غيرك يا قمر؟ حلاوة ملفظك بيقولوا الملف الساعة وانا طول عمري مسعد عشان شفتني؟ اه عشان شفتك ومليت عينيا تجوز من جمالك يا جميل. لكن دي تبقى سرقة. لا انا مش حرامي. اللي يبص على الناس مش شبابيك يبقى حرامي. ايه امال هو ربنا خلق الجمال ليه؟ مش عشان الناس تشوفه وتتمتع بيه؟ في ايه؟ في الحلال بس. لما تيجي تشرب حاجة عندنا قوي ما عنديش مانع بس قولي لي اوصل لك ازاي يا جميل؟ هتنزل من عندك تلاقي الباب قصادي الباب على طول هستناك على السلم. اموت انا في بسطة السلم. مساء الخير يا معلم. مساء النور يا ابني. الف مبروك. الله يبارك فيك. والله انا فرحت لك من قلبي. الله يخليك عقبال عليك. صحيح عبد الوهاب هيغني النهارده؟ اه ان شاء الله. بالذمه؟ باذن الله. اهي دي هتكون ليله العمر. ان شاء الله. بلغك يا اختي ان عبد الوهاب جاي يغني في الفرح. اهو كلام انت بتصدقي يا اختي؟ على راي المثل تروح فين يا زعلوه؟ وحياتك يا اختي ما يقدر يجيب مزيكه حصبل. عاجبك يا حماده؟ سامع الجرس؟ شايف العالم ما تضحك علينا ازاي؟ يا بابا زمانه جاي دلوقتي. زمانه جاي؟ هم البلاوي دول لسه قاعدين ابعدوهم عني منظرهم بينرفزني. أوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما ضهري سيحة ياخدني بالسلامة يا ماما
عارفه يا ماما طويل قوي فستاني. سمع يا ماما الناس بترقص علشاني. شايفه يا ماما طويل قوي فستاني. رقصي ومزازيك تدي الشبابيك. رقصي ومزازيك تدي الشبابيك. رقصي ومزازيك تدي الشبابيك. وخططي حجبي شويه داري سيحه خدني بالسلامه يا ماما. شكلي جميل فستاني طويل. انا شكلي جميل فستاني طويل. وبقي لي ساعة واحدة يا ماما وعريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. انت متجوز؟ ايه يا شيخة تفهم من بوقك ولا سميتك الجواز؟ زواج ايه يا بابي؟ اقول لك تعالي نحب بعض الاول وبعدين نبقى نفكر في مساله الزواج دي. نعم لو انت فاكرني من اهل ذلك. اخس. طب وايه دخل ذلك في الموضوع؟ برا. على فين؟ برا. طب وريني الباب طريق الباب بس. من البلكونه لا صوت ولا بيتك حله ولا ام عليك الناس. يلا طب على بالك. برا. على بالك على بالك على بالك. قوليلي من فضلك احنا في انهي دور؟ في الثاني. كويس انا بنط لغايه ثلاثه. يلا روح والعود بتاعك اهو. يا ساتر يا رب ايه اللي حصل؟ اصل يا رب ايه يا ناس؟ ايه اللي حصل؟ العصايه العكاز بفضل العود. انت اعمى؟ ايوه انا اسفه. معلش تعال معايا. على فين بس؟ يا ساتر يا رب الطف العصايه يا حبيبي. يا رب الطف يا رب يا ساتر. يا ستانف انا مت ولا عايش؟ لا عايش. يا خساره حتى الموت بيستخسر نفسه فيها. انت حدفت نفسك من فوق عشان تنتحر؟ ابدا انا اصلي بصراحه كنت عشقت واحده بودني افتكرتها جميله ولما شفتها بودني برضه تبين انها قراشانه. تقوم ترمي نفسك من البلكونه عشان تموت؟ اذا عايزه كلام الموت في الحاله دي ارحم. هوديك اي اجزخانه. لا نزول بلاش نزول. ازاي ده الدم نازل منك زي النزيف؟ دم؟ وانا بقى عندي دم عشان نعمل نزيف. انت لطيف قوي. اشكرك. يا ريتك دهستيني وانقذتيني من الورطه اللي انا فيها. ورطه ايه؟ لا اصلي كنت وعدت ناديه ومنعم ان انا اجيبهم. كنت طمعان في قلبه وانسانيته. لكن بقى البواب رفض يخليني اقابله. والفرح ده فين؟ بجوار جامع قيسون في القلعه. وايه رايك في اللي تجيب لك صباح؟ يا شيخ اقولي كلام غير كده. طب انا صباح والله. اشوف اهو اتاكد. اي والله صباح. انا حوديك اي اجزخانه واروح البيت على ما الم الموسيقيين بالتليفون تكون حضرتك جيتني ونروح الفرح سوا. طب والله يا ست هانم العنوان فين بس؟ شارع النيل بالجيزه جنب عماره فريد الاطرش. يا بواب. عاوز ايه؟ انت يا بواب تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. قل لي من فضلك مش ده منزل الست صباح برضو؟ ايوه. هي موجوده ولا لا؟ لا لا لا. ازاي؟ هو هرج. هرج؟ الله دي معداني. والله ما نعرفش. الله دي معداني انا الشيخ حسن كده برضو يا صباح. اخس تضربيني بومبا يا صباح. معلش على اخر الزمن والله الشيخ حسن يضرب بومب كمان. طيب والله ما انا اعتقها.
قل لي من فضلك. نعم، عاوز ايه؟ ولا الاستاذ فريد الأطرش؟ في العمارة اللي ورانا كده؟ ايوه. طيب اخويا متشكر. السلام عليكم انت كمان. وعليكم السلام. ملعقة. طيب. طيب. بعدين معاك. كل ساعة عاوز قرش. يلا روح. يا بواب. عاوز ايه؟ انت يا بواب. عاوز ايه؟ قل لي. نعم. فريد موجود؟ فريد مين؟ فريد الأطرش. الله، يعني هكون فريد مين؟ بالاستوديو. استوديو؟ ايوه. صحيح، هو قال لي كده امبارح في المكتب. طيب طيب. حسن مين؟ حسين العربجي. من هنا يا شيخ حسن. الله يرضى عليك، شبه 40. الله يسامحك يا شيخ حسن. ايه اللي جابك هنا؟ اصلي كان عندي موعد مع الاستاذ فريد الأطرش، ويظهر ان انا اتاخرت عليه شويه، قالوا لي راح للاستوديو. الاستوديو؟ وهتعمل ايه بقى؟ يعني انت بتسمع مغني؟ نفسي يا شيخ حسن والله. والله صحيح صحيح والله يا شيخ. طيب هنوصل، بس احنا مشوار صغير. مشوار صغير. صغير مشوار صغير. طيب يا شيخ حسن انت فاضي. يلا سيدي يلا، تعالى اقعد جنبي بقى. لا انا جنبي هنا. جنبك؟ لا والله جنبي. لا انا على ايه بس؟ لا. طيب ورا. يعني سيبوني. ايه ده؟ كل محفظه. محفظه ايه؟ تحتك حاجه. حياتنا كلنا رب العباد يحمي اهلنا، حبيب حياتنا كلنا رب العباد يحمي اهلنا، الله معاه ينصر خطاه، الله معاه ينصر خطاه، جمال حبيبنا كلنا. كان ثورة قايدة في ليل طويل، عايزة لها فجر يشق جيل، كان ثورة قايدة في ليل طويل، عايزة لها فجر يشق جيل، قامت وكان هو الدليل، ومعاه بشاير فجرنا. وصحينا يوم على الصوت أذان بينادي حي على الأمان، وصحينا يوم على صوت أذان بينادي حي على الأمان، حطمنا جدران الهوان والمعجزات شاورت لنا. ومشينا نبني للعمار، والهمة قايدة نور ونار، ومشينا نبني للعمار، والهمة قايدة نور ونار، وادي علامات الانتصار فوق كل شبر في أرضنا.
عامل عروبة يا غالي يا منور فوق بالعالي عالم العروبة يا غالي يا منور فوق بالعالي وحطي على جمال وجمال وبإذن الله طواني عالم العروبة علينا الدار علشانك وسبقنا زماننا وزمانك علينا الدار علشانك وسبقنا زماننا وزمانك وكافحنا وراك وجهدنا ايام وسنين وليالي احنا في داك حطونك وتعلي سماك ونجومك ارواحنا في داك حطونك وتعلي سماك ونجومك وبعهد الله ورسوله حنجدد عهدنا طوال وصلنا يا شيخ حسن. طيب يلا بقى مع السلامه. اتفضل اتفضل يا جدع. انزل نزلني. حاضر انزل انزلك. امر الى الله. اعمل ايه؟ هات ايدك على مهلك. ايوه اوعى العود. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اسال البواب بتاع الاستوديو ده. يا سيدي مفيش بوابين ولا غيره. اسمع يا حضره. ايوه يا غيله اسمع افندم. كل الاستاذ فريد نطر الشيخ حسن مستنيك بره. استاذ فريد روح. اخس فريد روح يعني لا فريد ولا صباح. عاجبك يا عم؟ اهو مشوار على قلة فايدة ولا سمعت فريد ولا غيره. يا اخي انا فيه ولا فيه؟ لا ليش تعصار على ابوك؟ واخد اعمل ايه دلوقتي؟ يا عيني يا بنت هنادية كده اهو. انا كان مالي ومالك في الليلة المنيلة دي بس. طلعنا عشان اشوف تعصار ابوك. الله امر الى الله. يا سيدي اسكت بقى. امشي انت على البر. بر ايه في ليلتك المنيلة دي؟ امشي. حقني يا واد انت. اتفضل. حقني واحد سبرت هوايا مطفي النار اللي انا فيها دي. اتفضل يا شيخ حسن. قعدنا على ترابيزتي. موجود يا فندم. امسك العود ده وحافظ عليه. ادم امسك طلباتك يا شيخ حسن. اعوذ بالله. انا قلت الكلام النهارده ليه يا اخي؟ بقول لك واحد هباب واحد سبرت واطفي النار اللي انا فيها. ايه لو بروت للشيخ حسن وصلح المتجر؟ اهلا بابطال اليمن. وبالمناسبه السعيده دي انا هغني لكم سلام مربع للجدعان. سلام مربع. سلام مربع للجدعان وبين اهل وكل مكان. سلام مربع. سلام مربع للجدعان وبين اهل وكل مكان. سلام مربع. سلام مربع للجدعان وبين اهل وكل مكان. سلام مربع. فرحة طيري وهللي ولدنا بشرف.
شوفه ليلي فرحة طيري وقللي ولدنا بيشوفه ليلي طويل الجناح والجو أمان ما فيهش باطل ولا بهتان والفضل كله للجدعان سلام ربا قلنا ويابا فضلنا نقول الظلم نفس ومش حيطول قلنا ويابا فضلنا نقول الظلم نفس ومش حيطول والباطل ملوش رجلين لو يمشي سنين وسنين رح يوصل لغاية فين ومسافته يا دوب شبرين والجو أمان ما فيش باطل ولا بخل والفضل كله للجدعان سلام ربا ألفين صلاة النبي ألفين صلاة النبي يا شعوب قامت تبني وتصون كفاح الحياة بنتي وحياة تبني ظلم الشدايد أنا عمره ما أدبني والنصر خلى شبابي عمره أدبني قابلت راجل عجوز قابلت راجل عجوز سن القناة لسنه ماسك في ايده قلم بيدوس على سنه سألته ايه الخبر بص وضحك سنه وقال لي بكتب تاريخ أم تعرب حرة النور في إيدها سلاح والحق بالسن يا استعمار يا استعمار وانتو يا عمدان استعمار مش قلنا لكم ان الجار اولاد دم اخوه الجار يا استعمار يا استعمار وانتو يا عمدان استعمار مش قلنا لكم ان الجار اولاد دم اخوه الجار ما سمعوش الكلام ما فهموش الكلام ما سمعوش الكلام ما فهموش الكلام مرحب يا شعوبنا العربية على قصد الدول والحرية مرحب في الأرض العطشانة تمدوا لها إيد تفرد مية مرحب يا شعوبنا العربية على قصد الدول والحرية مرحب في المصنع بالهمة اللي بتغلي صهد وسخونية مرحب يا شعوبنا العربية مرحب في الأرض العطشانة تمدوا لها انت فرد مية مرحب يا صوتنا العربية على خط الدور الحرية مرحب في المصنع بالهمة اللي بتغلي صهد وسخونية مرحب يا صوتنا العربية على خط الدور الحرية وألف مرحب بالأيام اللي احنا فيها بخير وسلام أيام ولا كل الأيام تعظيم سلام وسلام وسلام سلام ربا سلام مربى للجدعان بقى العز وكل مكان سلام مربى سلام مربى للجدعان بقى العز وكل مكان سلام
مربى. يا فاطمة دي وهللي ولا تنهي شو ظللي. والجو أمان ما فيش خوف ولا بهتان والفضل كله للجدعان. سلام مربى. أعوذ بالله. الجرجير يا شيخ حسن. طيب أخويا خد بقى هات لي واحد مضعوق بسرعه اتحرك. انت شربت الليله كتير يا شيخ حسن. هعمل ايه؟ ما انا كل يوم بشرب عشان انبسط، لكن بقى الليله دي بشرب عشان اتوه. الناس كلهم بقوا زي كدابين نتشين معارين. معلش علمناهم الشحاته سبقونا على الابواب. انت لسه واقف؟ روح هات لي واحد مضعوق اخويا اتحرك روح. حاضر حاضر يا شيخ حسن. هنا براندي للشيخ حسن. قول لبراندي كل منبوع البراطيش اتحرك. اتفضل يا شيخ حسن اتفضل. هات يا اخويا يزيد فضلك. إذا سمحت لي بكلمتين. اتفضل. ولا وراي حاجة. لا لا العود أنا اتفضل. ما تخافش ده في أمان. لا يا أخويا لا لا أمان أمان. إيه ده في أمان؟ لا يا سيدي ده هيبقى زي أخويا جنبي. ما هو أمان جنبنا. طيب كده برضه طرفت لي عيني. الله يسلمك. ده مؤاخذة أنا شايف حضرتك متضرر مني شوية. لا لا متضرر. أنا مش شحات. لا لا والله أنا مش شحات. لا لا ما هو باين عليك. أنا مدرس إنجليزي فيري جود فيري نايس. فيري نايس. أوكي. تصور انا مؤهل؟ انت مؤهل؟ مؤهل يعني متزوج؟ لا يا فندم مؤهل يعني معايا شهاده. معاك شهاده ايه بقى؟ سائق توجيهيه. ده انت خيبك ليه؟ هو الساقط بيطلب شهاده ولا؟ والله انا خدت الشهاده غصب عني ما كان ليا نفسي استلمها ابدا. لكن اعمل ايه؟ مضطر اخدها مع اني مظلوم والله. تصور انا مظلوم في الشهاده دي. مظلوم ليه ليه؟ اصلي بلدنا في الارياف. كويس. وكانت مدرستي تبعد عن البلد ب 4 كيلو. كويس. فكنت كل يوم اروح المدرسه ماشي 4 كيلو الصبح وبالليل ارجع من المدرسه ماشي 4 كيلو. كويس. 4 كيلو الصبح و4 كيلو بالليل. ايوه خلصني. 365 يوم في السنه اروحهم جاي. ما كانش في مسامحه، كنت بروح في المسامحه علشان ما انساش السكه. وماله؟ يوم الامتحان ابويا جاب لي حماره علشان اركبها وانا اروح المدرسه وامتحن مستريح. تستاهل. فلما ابويا جاب لي الحماره وركبتها وانا رايح الامتحان جت الحماره في نص السكه حرنت. مش راضيه تمشي. ها كده مش راضيه تمشي. حال يا مادي مش راضيه تمشي. وبعدين خفت اروح الامتحان اسيب الحماره تنسرق. طيب. وخفت ارجع البلد ابويا يضربني مني ما حضرتش الامتحان. فجيت مصر وبعد يومين احتجت فلوس بعت الحماره وصرفت فلوس. معكش نص ريال علشان اسافر البلد تاني. معكش نص ريال علشان اسافر البلد تاني. بكل ممنونيه يا اخوي. الله يخليك. من عينيا الجوز. الله ينور منك. قل لي. نعم. تشرب حاجه؟ ها؟ تشرب حاجه؟ اشرب ما اشربش ليه؟ وانا من اوتي زجاجة ويسكي بلاك كنغول سد بلاده. حاضر يا شيخ. على العموم ثانك يو. ثانك يو فيري ماتش. اوكي. اتفضل يا شيخ. ايوه ولا مقفوله؟ مقفوله يا شيخ. طمن بس. لما هو استاذ ايوه لازم اتذوق عشان اطمن بس. اتذوق ايه يعني؟ انا يا حضرتك اتذوقها بس. اتفضل. شويه. ايه؟ شويه يا ابني بتذوقها. طب ما اتذوقها انا راح. يا ابني يا استاذ يا استاذ لا سكر على واجب. اتذوقها انا الاخر. خد انت بقى اشربها كده. هيلب يور سيلف. بعد اذنك بقى. ايوه انا هوصل بس لغايه الدبليو سي. دبليو سي دي شهاده زي الماجستير زي بعض واللي تحسبوه. على السلامه. الله يخليك.
على فين يا شحاته؟ ده مؤاخذه، انا بس رايح مشوار صغير لغتينه وراجع. والحساب؟ الحساب الحساب مع سعاده البيه. مش باين علينا هيدفع ده. مش عرفك ده ايه؟ ده مليونير. مش باين عليه ده. يا نهار اسود، هو مش باين عليه اصلا شكله كده عشان متخفي، انما ده ايه؟ مليان. انا رايح وراجع. سلام عليكم. العمر يا زميل التطفل شحسن، عبد الهاب يغني فوق شحسن. لولا انت شحسن كانت الحاره كلها شمت فيا. حكمك بلاش طريقه. ده مش مصدقنا شحسن. طب عليا طلع عبد الهاب هو اللي بيغني. لولا الكلمتين الحلوين اللي انت كتبتهم في الكارت ما كانش جه هنا ابدا. انت بتتكلم جد؟ اطلع اطلع شحسن اطلع عشان لما يخلص مغنى تشكرني. يلا. لا اولا الحقني بزجاجة بدكة نواية جاهزة. اطلع وانا محضرها لك حالا. يلا. يا والله العظيم جد. يا سلام يا ما انت كريم يا رب.
ولا دكتور. نعم. اسحبني يا ابني اسحب لما يهني العروس والعريس. انا بحبه هو راعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه هو راعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه وراعي وده، ان كان في قرب ولا في بعد. وافضل امني الروح برضا الاجفاني، وذات حرماني وذات حرماني. وافضل امني الروح برضا الاجفاني، وذات حرماني وذات حرماني. هو اللي حالي كده وياها كان افتقدني عشان ينساني، عشان ينساني. يا صلاة النبي يا في صلاة النبي، ألف بركة يا سلام، ربنا تم بخير لك. ألف ألف بركة. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. يا سلام ربنا ما يخليك. ربنا يولي يا بنية. يا سلام كتر خيرك يا شيخ حسن. ليه 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 بيلوموني وياه في حبي، ولا يلوموني على صبر قلبي على صبر قلبي. ليه 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 بيلوموني وياه في حبي، ولا يلوموني على صبر قلبي على صبر قلبي. هو اللي شفت في حب الويل، ولا رحمني يوم 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 يوم، ولا رحمني يوم ورعاني ورعاني. هو اللي شفت في حب الويل، ولا رحمني يوم 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 يوم، ولا رحمني يوم ورعاني ورعاني. وسهرت وحدي ونام الليل، كان افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. الله يكرمك. وده دكتور. اسحبني اسحبني اسحبني. الحمد لله يا ربي الحمد خلونا حب على هوايا، واشوف في حب سعد وشايا. خلونا حب على هوايا، واشوف في حب سعد وشايا. تعلم عبده الشيخ حسن جالك كلامي. يا سلام كلامك طلع صحيح يا معلم عبده. بلاك انا وايد اهو. ايدك يا جميل ايدك. ايدك انت الاول على اللمبه. سلم وانا سلم. عينيا حاضر. اللمبه اللمبه حبيبي اللمبه. حبيبي يا شيخ حازم بالحزن بقى والنبي يا شيخ حازم. منين المره دي يا صديقي؟ من قلبك؟ من قلبي والنبي يا حبيبي. يا حبيبي يا شيخ حازم. اهلا اهلا. ربنا ما يحميش منك. ربنا يطول يا راجل. اهلا شيخ حازم كمان حط النبي يا حبيبي يا شيخ حسن. ربنا ما يحميش منك. يا صلاة النبي طولت رقبتي في العيش حبيبي يا شيخ حسن. ربنا ما يحميش منك ابدا. عاشقي ليه ومهما هجروا بكاني وبكاني وبكاني. بكرة يعز الود عليه ويفتح
تفتكرني عشان ينساني عشان ينساني.